في مجلس محافظة كركوك من مختلف القوميات الحكومة العراقية الجديدة إلى وضع مسألة إجراء التعداد العام للسكان في عموم البلاد في أولويات عملها، لما له من أهمية بالغة في توفير قاعدة بيانات صحيحة لعملية التنمية والتطور. تفاصيل أوفى مع هيلغورد حسن. التعداد العام للسكان أمر ضروري، وبدونه لا يمكن القيام بأي إجراءات للتنمية والتخطيط في البلد. وبحسب أعضاء في مجلس محافظة كركوك، أن آخر تعداد للسكان بأرقام حقيقية وصحيحة كان في عام 1957، واليوم السياسيون بانتماءاتهم المختلفة يطالبون مجلس النواب العراقي والحكومة الجديدة التي ستتشكل بأن تجعل هذا الملف من أولويات أعمالها. طبعا مع الأسف الشديد، يعني تعداد العام للسكان في العراق لم يتم إجراؤه منذ سنة 1957. طبعا هذا من شيمة النظام، الأنظمة السابقة كانت كل إحصائيات فيها مشكوكة. لذا احنا في حكومة جديدة خلال 10 سنوات الماضية طالبنا حكومة العراقية بإجراء تعداد عام للسكان حتى يتبين الحقيقة في أرض الواقع، ولكن مع الأسف الشديد وزارة التخطيط العراقية أخفقت في إجراء تعداد عام للسكان. نحن نطالب حكومة جديدة بكون في أوليات عملها أن يجري تعداد عام للسكان في العراق حتى يتسنى للحكومة العراقية الجديدة وبالأخص وزارة التخطيط لأن يخطط لمستقبل العراق ومستقبل كركوك. طبعا هذه المسألة أضرت بكركوك والكركوكيين. طبعا لحد اليوم حكومة العراقية تعامل مع كركوك أن لها عدد النفوس حوالي 800,000 نسمة، ولكن في الواقع يزداد على 1,400,000 نسمة. هناك ملفات مهمة في العراق يجب أن تكون من أولويات عمل البرلمان العراقي الدورة الجديدة، وأنا أرى أن من أولويات هذه الملفات ملف التعداد العام للسكان في العراق بصورة عامة. هنا أطلب من السادة الأعضاء الجدد للبرلمان العراقي أن يحاولوا أن يكون من أولويات عملهم إجراء التعداد العام للسكان في العراق. بعد عام 2008 تم إقرار قانون 40 من الدستور العراقي لإجراء التعداد العام للسكان في العراق، حيث أجريت عمليات الحصر والترقيم في كافة أنحاء البلاد، ولكن للمرة الثانية تم تأجيل التعداد العام. أعضاء من مجلس محافظة كركوك قالوا أن الحكومات السابقة كانت تهمل إجراء التعداد العام، ولا تزال تتعامل مع أبناء كركوك وفق الإحصاءات القديمة التي لا تعكس الحجم الحقيقي للمحافظة واستحقاقاتها من الحكومة الاتحادية. نحن تعداد سكان كركوك ربما يصل إلى 1,500,000، والحكومة المركزية ووزارة التخطيط لا تزال تتعامل معنا استنادا إلى الأرقام القديمة يوم سقوط النظام، فرق مئات الآلاف. هذا يؤثر علينا من حيث تنمية الأقاليم، المبالغ المخصصة للمشاريع، وكذلك المخصصات المخصصة من الوزارات للمشاريع الاستراتيجية، وكذلك حتى في حصتنا في هيئة الحج. أنا كعضو مجلس محافظة كركوك وكمسؤول في محافظة كركوك، لو كان الأمر بيدي لا أسلط الضوء على هذا الملف في بغداد في البرلمان وفي الوزارات وفي مجلس الوزراء، ونطالب من يرى نفسه بأنه يمثل محافظة كركوك عليه أن يطالب بحقوق أبناء محافظة كركوك. لماذا نعامل على أساس 1,900,000 ونحن 1,400,000؟ هذه مظلمة يؤثر على أبناء محافظة كركوك على كافة المستويات. الإهمال كان واضح من جميع الحكومات التي مرت على العراق خلال فترة من 2003 ومن هذا، إهمال واضح فيما يخص موضوع التعداد السكان، ولو كانت هناك محاولات، ولكن نأمل من الحكومة العراقية بعد تشكيلها أن يكون من أوليات عملها هو التعداد السكاني للعراق، لأن هذا الموضوع يخدم العراق في جميع المجالات. التعداد العام للسكان أحد ركائز نهضة الشعوب والأمم لما توفره من قاعدة بيانات دقيقة تعتبر أساس أي خطوة للارتقاء بالبلد، وتجاهله ضربة للعملية التنموية. هلغورد حسن، فضائية كركوك.